لا صحيح، انا بكلمكم بجد، انا عندي انجذاب غير طبيعي من وانا صغير كده. كنت اشوف برنامج جوله الكاميرا للاستاذه هند ابو سعود الله يرحمها يا رب، فكنت لما يجي مثلا مشهد براكين نافذه حول العالم، استاذ جنيد فرج الله يرحمه، الحاجات اللي زي كده قاعد منجذب جدا على موضوع البراكين وساعات موضوع المحيطات. بس انا بعتقد انه ده لان انا طول الوقت عاوز استكشف الشيء اللي ما نعرفش عنه حاجة، أو اللي معلوماتنا عنه قليلة. البراكين دي مجموعة من المعادن والصخور السائلة جاية من أعماق الأرض تطلع بره، فيا ترى يا هل ترى كطفل يعني مكوناتها إيه؟ وإيه اللي يحصل لو إحنا خدناها ونقيناها؟ فهيبقى إيه شكل المعدن؟ حاجات زي كده، وإيه نوعية المعدن ده؟ ودي تعتبر سبيكة ولا لأ؟ سيبك من قصة البراكين، هي المسألة بالنسبة لي اكتشاف غير المكتشف او الطرق على الابواب المغلقه دائما. دي هوايه انك انت تشوف الناس كلها بتروح للباب ده، طب احنا بقى هنروح عند الباب ده. الناس كلها داخله من الباب المفتوح، تعال نشوف الباب المقفول ده ورا ايه. كان طول عمري ده جزء من المآسي بتاعتي في طفولتي ومراهقتي وشبابي ورجولتي وكهولتي، وغالبا حتى اصير شيخا يعني ذو شعر نصع البياض في يوم من الأيام لو ربنا كتب لنا العمر بإذن الله سبحانه وتعالى. هفضل طول الوقت أدور، زي ما أنا قعدت أدور على مشاكل يمكن تبدو أنها مختلفة حبتين عن الحلقة، مشاكل جماعة الإخوان العقلية والنفسية والفكرية مع المرأة بشكل عام. الإخوان المسلمين عندهم أزمة حقيقية مع المرأة، أزمة فعلاً مش هزار. ومش بس الإخوان المسلمين، هم الإخوان وكل اللي شبههم عندهم أزمة حقيقية مع الست. هنا هتشوف على سبيل المثال، وهنا هرجعك على حسن البنا نفسه. انت عارف في جانب من الإخوان يقول لك ايه، زي عبد المنعم والفتوح والناس اللي شبهه كده، يجي يقول لك ايه، على فكرة الجماعة ما كانش فيها مشكلة، المشكلة مش في تعاليم البنا، المشكله مش في رسائل البنا. انتوا عارفين في رسائل البنا كده من اشهرها رسائل البنا في المؤتمر الخامس، دي من مجموعه من الرسائل الكارثيه او رساله كارثيه يعني. بس المهم بيقول لك المشكله مش في البنا، المشكله في الجماعه انها خرجت على تعاليم البنا. بنت ايه وبتاع ايه؟ البنا نفسه عنده ازمه. هنا لازم تفتكر انه كان في سيده فاضله اسمها نعيمه الايوبي من مواليد اسكندريه، دخلت مدرسة محرم بيه وبعد كده راحت على القاهرة مع أهلها، دخلت المدرسة الثانوية هناك في الحلمية، وبعدين دخلت الجامعة، كانتش اسمها جامعة القاهرة، كانت جامعة فؤاد. دخلت الجامعة لدراسة إيه؟ القانون، دخلت كلية الحقوق وتخرجت من كلية الحقوق، فتبقى أولى الدفعة وتاخد بعضها وتروح تقدم لنقابة المحامين، هي دفعة 1933، فتروح تقدم في نقابة المحامين، فالنقابة بتاعت المحامين تصطدم بأنه اللوائح بتاعت النقابة ما فيهاش التأنيس، ما فيهاش أن النوع أنثى، فيبقى لازم يتعمل إعادة بناء وهيكلة للوائح نقابة المحامين، فتصبح الست نعيمة الأيوبي أول محامية مصرية. إيه علاقة ده بقى بالبنا؟ ليه علاقة؟ ده علاقة كبيرة، إنه البنا يخاطب هذه السيدة في مقال كتبه في مجلة الإخوان المسلمين سنة 33 بأنه أنت ليه عايزة تبقي محامية؟ وليه عايزة عضوية النقابة؟ وليه تخشي الجامعة أصلا؟ الست دي مكانها البيت، المفروض إنها تطبخ وتغسل وتربي الولاد، النشأ، الظهور، علشان هم دول النواة الحقيقية للمجتمع المسلم. هو الأطفال النواة الحقيقية لأي مجتمع، مسلم أو بوذي. أنت إيه مشكلتك إنها تتعلم؟ وليه ما فكرتش إنه تعليمها يساوي تنشئة وتربية أفضل لأولادها وأحفادها وكل السلسلة اللي هيجي بعدها، لأنها أصبحت أيقونة كده في هذه العيلة، هي وأي ست تانية. أي ست تانية بتبذل مجهود علشان تتحرك لقدام، تطلع لفوق. الجماعة وأشباهها عندهم هذه المشكلة طول الوقت، مش مشكلة الرجعية واستدعاء الماضي، المسألة أبعد من كده. الجماعة عايزة تختم على عقول السيدات بالتحديد،
ومش بس تحقير السيدة لدى أدبيات الجماعة وأدبيات البنا وأشباهه، لأ، هم مش عاوزين الست تربي نشأ سليم عشان يعرف البنا واللي زيه يلعبوا في أدمغة هؤلاء النشأ. يعني زي بالظبط كده جماعة، يعني الراجل نفسه هو البنا. وهنا وانا بكلمها بجد، يعني مش بحاول اتندر عليه، لما كان في اسماعيليه وكان بيعمل ايه؟ دايما تلاقيه ماشي مع عيال، ياخد العيال الصغيرين، بكلمك بجد، ياخد العيال الصغيرين يقول لك اصل انا بديلهم دروس في الحياه وفي الدين علشان نكبرهم كده على الهويه الاسلاميه. هو عاوز العيال، هو بيحب العيال، بيحب العيال الصغيره دي عشان يقعد يعبس في عقولها. فالعيال دي لما تبقى أطفال صغيرين هيكبروا هيبقوا مراهقين إيه؟ أستاذهم ومثلهم الأعلى البنا وأفكاره، وهيبقوا شبان مثلهم الأعلى البنا، فياخدهم يعمل بيهم النظام الخاص ويعمل بيهم ميليشيات والجيش الإسلامي أبو 12 ألف نسمة اللي كان عاوز يشكله ده. إذن شوف البنا بيلعب إزاي؟ حيد المرأة تماما واشتغل على تجهيلها وطمس معالمها وخنق أفكارها، فلا تتعلم ولا تعرف ولا تشوف ولا تسمع. هي مش هتعرف ولا هتسمع غير اللي هيقوله لها جوزها اللي هو متربي على إيدين حسن البنا. فيبقى إيه في النهاية؟ مجتمع مش بس مغلق، لا، مجتمع طول الوقت متراجع. يبقى ساعتها طليعة المجتمع مين؟ جماعة الإخوان. طب وجماعة الإخوان دي ساعتها إذا كانت لا قدر الله طليعة المجتمع بأي حال من الأحوال، يبقى هي اللي تقود المجتمع وتسيطر عليه فتحكمه. دي كانت الخطة الرئيسية بتاعت واحد زي حسن البنا. جانبها بقى المتفرعات اللي هو لو دخلنا في صدام مع الدولة فيبقى عندي من اللحظة الأولى الجيش الإسلامي. أمال هو البنا كان بيجند العيال وبيدربهم ليه؟ فكرة انه يخش في صدام مع الدولة بمؤسستها العسكرية ده موجود من اللحظة الاولى الجيش الاسلامي. وتاني ارجع لرسائل المؤتمر الخامس. هو احنا جايبين الكلام ده من عندنا مثلا؟ هو ده مش كلامه؟ مش كتابته؟ مش منشوره؟ طب هو مش موجود في مجلة الاخوان؟ موجود في كل اعداد مجلة الاخوان، كل الاعداد لازم تتفرج هو بيفكر ازاي. طيب اخدك هنا تيجي عشان انت هتسالني تقولي وهو ايه المشكله دلوقتي عشان تكلمنا عن الاخوان؟ هو انت متصور ان الاخوان خلصوا؟ لسه النهارده كنت بتكلم مع الكاتب والباحث طارق ابو سعد، كنا بنتكلم في ايه؟ هو الاخوان خلصوا ولا ما خلصوش؟ تعال نحط رقم جزافي. افترضنا جدلا انه الاخوان في مصر كلهم اول عن اخر هم بيقولوا احنا مليون. طب انا هقول لك انت نص مليون، اقول لك انتوا 400 الف يا عم. سيبك من النص، خلينا في 400 الف. هما بيحبوا يتجوزوا اربعه، فيبقى هنخلي لهم 400 الف اخواني. طيب المقبوض عليهم والمدانين والمحكوم عليهم والخ الخ الخ من الاخوان كلهم على بعض كام؟ كلام الاخوان نفسهم هم بيقول لك يوجد في السجون المصريه ما يقترب من 6000 إخواني. طيب هرب منهم كام على برة؟ 6000 زيهم؟ 10؟ 50000؟ 100000؟ يبقى 106000، صح كده؟ وبقية 400000 فين يا ترى؟ عندك في الشغل، وعندك في المدرسة، وعندك في الجامعة، وعندك في كل حتة، وجارك وفي آخر الشارع، وهتلاقيه بيصلي في الجامع، وهتلاقيه. طيب هو يا ترى هل ترى يجاهرك بالعداء أو يجاهرك بإخوانيته إطلاقا؟ هو دلوقتي في المرحلة بتاعت خليك حاطط التراب على دماغك واسكت، بس ما تسكتش قوي. تعمل إيه؟ لا غير ترويج الشائعة، حالة طول الوقت من بث اليأس والغضب مع بعض. عشان كده انت بتشوف فيديوهات كتير جدا تلاقي واحد يجي يقول لك يا جماعه مش معقول، هو الاسعار زايده، الاسعار زايده، هو التضخم ضربنا، التضخم ضربنا، التضخم ضرب العالم كله، التضخم ضرب العالم كله. هو لو التضخم مش ضارب اوروبا ما كانش يبقى سعر الدولار يقارب اليورو خلاص. ده بالمناسبه يعني على سبيل المثال زي ما بيقولوا لا الحصر. طيب سيبك من ده، لما مثلا يجي يقول لك ايه الحمد لله يا جماعه
انباء جيده، وزاره الزراعه تطرح البيض بالاسعار بتاعه الوزاره في المنافس بتاعه الوزاره بسعر 54 جنيه لطبق البيض الابيض. ماشي؟ اسمع ساعتها جارك، لاحظها دي بقى، جارك، زميلك، قريبك، ايا كان بقى الاخواني هيقول ايه. وكانت فين الوزاره دي من زمان؟ ده تلاقي عندهم مخزون بيض بايظ وعايزين يطلعوا. ادي واحد. اتنين، بيض مين يا عم اللي عاملاه الوزاره؟ ده هتلاقيه اسوأ انواع. طبعا ما فيش حاجه اسمها البيض من اسوأ انواع، كله بياكل نفس العلفه في مصر. بيض انتاج مزارع قطاع خاص، مزارع الزراعه، مزارع، كله نفس العلفه ونفس فصائل الفراخ هي هي. المهم هتلاقيه بيض اي كلام، ده هتلاقيه بايظ، ده هتلاقي حجم البيض صغير. طب بالمناسبة انت مش هتلاقي البيض ده في المنافس، ده بيقولوا كده وخلاص. فتيجي تقول له لا ده موجود، فيقول لك ايه، وهي المنافس دي موجودة؟ تقول له اه موجود. يقول لك يعني هو كام واحد يعني؟ ده هم اتنين تلاتة. طب او مثلا يجي يقول لك ايه، وهو انت بذمتك عمرك اشتريت من منافس وزارة الزراعة؟ اظن انا حكيت لك، انا يعني امي كانت بتشتري منافس وزارة الزراعة من واحنا عيال صغيرة. اصل مين اللي هياخد بعضه وهينزل علشان يروح منفذ وزارة الزراعة؟ يقول لك ما هو المنافس بقت متنقلة. خد بالك بقى هنا، الاخواني قاعد بيعمل ايه؟ وقاعد عمال بيشككك من غير ما يقولك ان هو اخوان، ولا انت تعرف ان هو اخوان ولا في دماغك. نفس القصه مثلا رفع الحد الادنى للاجور، عمره ابدا ما هيشكر في الموضوع. هيجي يقولك ايه؟ مهما رفعوه هيكفي ايه ولا ايه؟ فيقفلك. تيجي تقول له مثلا ايه؟ شايف معدل البطاله؟ بيقولك ولا تصدق. تيجي تقول بس ده اصلا منشور في مجله مش عارف ايه وجورنال ايه والهيئه الفلانيه والقصه المؤسسه الدوليه، يقول لك هو انت بتعرف تقرا انجليزي؟ خالص، ده هم بيقولوا لك كده. ده تلاقي الوادي الحسين، حلوه صح؟ تلاقي الوادي الحسين هو اللي بيقول كده، ده الواد مش عارف ايه، ده اصل ابو حمالات قال، ده عمرو اديب عمل، ده لميس ساود، ما تصدقوش. طيب تروح انت جايب له، خد بالك، تروح انت جايب له البتاع ده، الصفحه مثلا بتاعه الجورنال الفلاني ولا المؤسسه الاعلانيه من على الانترنت او الموقع الرسمي بتاعها. حلو، فتقول له اهو، فيقول لك ايه، دافعين. دافعين؟ دافعين ازاي؟ يعني انا هدفع الايكونومست اقول لهم ايه؟ يعني انا اروح لاكبر مجله اقتصاديه في العالم اقول لهم والنبي مثلا خد مليون دولار واكتب عليا كلام حلو واخسر سمعتك في العالم كله؟ الناس دي عندها هو الاعلان باكتر من مليون دولار، ده بجد مش هزار، الاعلان في مجله، اعلان مش يتكتب تحليل اقتصادي، استحاله مجلات زي دي تكتب بالطريقه دي. فهو هنا اوعى اوعى تظن ولو للحظه ان الاخوان خلصوا، ده واحد. اتنين، ولا دورهم انتهى على الاطلاق، بل بالعكس، في المراحل اللي بيبقى فيها أزمات اقتصادية دي أكتر مرحلة ينشط فيها العنصر الإخواني، وينشط بالطريقة زي ما بيتقال، يعني بالطريقة بتاعت هو اللي هيجيب سيرة الرئيس، ولا هيجيب سيرة أجهزة، ولا هيجيب سيرة أي حاجة. هو طول الوقت هيجي يحسسك الدنيا سواد وظلام. ما هو قاعد جنبك في المكتب، ساكن في الدور اللي فوقكم في العمارة، بيصلي معاك الجمعة وهو خارج كده، عادتنا بتاعتنا بتاع صلاة الجمعة نبقى خارجين من الجامع كده، فاحنا معديين مثلا، فتلاقي في واحد راجل بيبيع ليمون، واحدة ست دي بتبيع جرجير، والراجل ده بيبيع بصل أخضر، ومش عارف، ونعدي هجيب مش عارف كيلو قوطة، وهجيب مش عارف إيه، وأنا مروح البيت. فيقول لك إيه، إيه مش طالع البيت ولا إيه؟ فتقول له ده أنا هشتري شوية لوازم للبيت. يروح باصص لك كده، هتجيب منين يا غلبان؟ أنت ما شفتش الأسعار؟ بس أنا عارف إنك هترد وتقول لي أنا يا يوسف بقول كده. أنت بتقول كده وأنت قاعد مع الست الفاضلة زوجتك، وأنت بتتكلم مع والدتك بتفضفض معها بكلمتين الصبحية على الفطار، ماما والله ده الظروف بقت صعبة والمعايش بقت شديدة، بتقعد مع مراتك تقول لها مثلا خف إيدك في المشتريات حبة، أنت شايفة الدنيا ماشية عاملة إزاي؟ ده آخرك، لكن أنت مش ماشي
تبث مجموعه من السموم في اطار تسويد الحياه وفي اطار بس الياس وبس السواد وبس العتمه. انت ما بتعملش كده صح ولا لا؟ استحاله. عمرك ما هتلاقي بني ادم سوي او قويم وفطرته سليمه هيعمل ده، استحاله، استحاله بالمعنى الحرفي الاستحاله. محدش هيعمل ده غير يا اما غير سوي يا اما عنده هدف من ورا انه يعمل ده. طيب غير سوي هيخش المصحه، واللي عنده هدف هو طبعا اخوان كلهم لازم يخشوا المصحه وبعد كده يتحاكموا، بس يخشوا المصحه او يتحاكموا وبعدين يخشوا المصحه، يعني هو لازم المصيرين او ده مصيرهم المفروض يبقى المحتوم. الاخواني عنده الهدف، هو عارف هو بيعمل ايه. هتقولي هم يعني بيتلقوا التعليمات من بره كده بقى وانتوا يعني عايز تقولي ان الدوله ساكته؟ لا الدوله مش ساكته، وهو انت متصور ان هو بيجي له التعليمات بشكل يومي يعني؟ لا هو اتربى على كده. بقول لك البنا ماشي مع العيال بيبنيهم على كده، لو حصل كذا هتعمل كذا، ولما يحصل كذا احنا بنعمل كذا، بالتدريج لحد ما العيال دي بتكبر تتخرج بقى وتتوظف وتشتغل ولا تفتح مشروع ولا يعمل ايا كان. هو خلاص الواد اتربى على كده. طيب تيجي تلاقي الدوله هنا بتعمل ايه؟ خد بالك جزء كبير جدا من اللي بتعمله الدوله هو مش جزء كبير، هو كل اللي بتعمله الدوله بالتاكيد لمصلحتك. يعني تيجي تقول لي مثلا شبكات الحمايه الاجتماعيه، قصدك ايه يا عم يوسف؟ اقول لك مثلا واحنا لما كنا من امبارح بنتكلم على منظومه التامين الصحي الشامل، هو ده بيتعمل لمين؟ دي منظومه غير هادفه للربح باي حال من الاحوال، بيتعمل علشانك صح. طيب اتنين، هو لما اجي اقول والله ده انا عندي منافس الزراعه، ده منافس الجيش، ده منافس الداخليه، ده مش عارف ايه، هو ده بيتعمل لمين؟ ما بيتعمل علشانك بلاش. تعال ناخد موضوع يبدو انه ما بيتعملش علشانك بس هو بيتعمل. هو انا لما بعمل عمليه اعاده هيكله في مش التعليم بالمعنى المباشر اللي هو ايه احنا بنفتح مدارس اكتر، لا المساله ابعد من كده، انت بتطور المناهج، بتطور المدرس، بتطور الامتحان، عشان الامتحان يفلتر بجد في الثانوية العامة مين اللي ينفع يخش جامعة مين ما ينفعش يخش الجامعة. لأنه لو أي حد بيخش الجامعة يبقى ساعتها التعليم الجامعي إيه اللي يحصل في الكيرف بتاعه ينزل. هو مش ده اللي حصل زمان ولا إيه؟ زمان كان في واحد راجل ما عندوش حاجة لمدة 30 سنة، ما عندوش حاجة، ما عندوش مشكلة، بيصحى كل يوم الصبح يفطر في كيك وشاي وميت فل و14، ما عندوش أي مشكلة في حياته 30 سنة، ما عملكش حاجة في الصرف الصحي ولا في المية ولا في سكة الحديد ولا في الطرق ولا في المصانع ولا في الطاقة ولا حاجة 30 سنة. فلما يبقى في حد قاعد طول الوقت عمال بيفكر ويجمع حوله الأخصائيين والخبراء والمستشارين عشان نشوف هنطور البلد دي ازاي، بتعبيره رئيس الجمهورية لازم نحقق قفزات طول الوقت، مفيش مجال ولا للمشي ولا للجري، فنبدأ نطور فيبقى بفلتر عشان اللي يخش الجامعة يبقى تمام، عشان يبقى التعليم الجامعي بتاعي تمام، عشان تبقى الجامعة بتاعتي اسمها كده يرجع زي زمان، ده دخل جامعة القاهرة، عين شمس، أسيوط، اسكندرية، حدث ولا حرج. فهنا ياخدنا على التنسيق بتاع الجامعة العام الدراسي الحالي. طيب انت هتبقى بس عايزك تبقى عارف حاجة، احنا مثلا على سبيل المثال في الشركة المتحدة قلنا لازم نقعد نساعدك طول الوقت تعرف هتعمل ايه بعد ما تاخد النتيجة، هتخش الجامعة ازاي والتنسيق و و و و و و. اوعى ابدا تتصور انه لما الناس بتجيب فوق 100% ده كده تعليم حلو. لا طبعا، لا طبعا، دي بيقال فيها وزراء في بلاد بره. لما يقول لك واحد جايب 97 و98% مش عارف يخش طب، دي مأساة، مأساة، ده معناها ان الامتحان سمك لبن تمر هندي، التعليم سمك لبن تمر هندي، اللي بيحصل ده هو الصح. خلينا ناخد معانا على تليفون دكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي. اهلا بيك يا دكتور. تحياتي التنمية، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم، ازاي الحال كده؟ كله تمام؟ كله بخير الحمد لله. اخبار التنسيق ايه يا فندم دلوقتي؟ الكرة في ملعب حضراتكم. احنا الحمد لله حضرتك، يعني اولا على مستوى اختبارات القدرات بقى لنا اسبوعين بانتظام من خلال موقع التنسيق الالكتروني، اعلنا النهارده رسميا عن بدايه المرحله الثانيه باذن الله يوم الخميس القادم 11 اغسطس ولمده 5 ايام. كافه التيسيرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، ان شاء الله الجامعات بدءا من الخميس القادم تستعد لاستقبال الطلاب لمن يرغب
أن يذهب إلى المعامل الحاسبات الآلية بالجامعات الحكومية. يقدر الطالب يتجه لأقرب جامعة من بيته، سيجد معامل حاسبات مفتوحة وفي خبراء موجودين في هذه المعامل يقدروا يساعدوا الطالب. الوزارة النهاردة بدأت حملة توعية للطلاب من خلال صفحتها الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة. حللنا كافة الأخطاء اللي بيقع فيها الطلاب في السنوات الماضية واستفسارات الطلاب على الصفحة الرسمية للوزارة، قمنا بتحليلها وقدمنا إجابات شافية من خلال دليل في شكل سؤال وجواب. أهم يعني شو الخطأ بيقع فيها الطلاب وجمعناه في دليل إرشادي. قدمنا لهم فيديو توضيحي يوضح لهم كيفية التنسيق الإلكتروني وبعض الأشكال والإنفجرافات التوضيحية اللي هي تشرح لهم تبسيط لمسائل الدخول على مواقع التنسيق الإلكتروني وكيفية اختيار الرغبات ومراعاة التوزيع الجغرافي وكيفية اختيار الكليات والبرامج الدراسية المناسبة بالنسبة لهم. فالوزارة الحمد لله عملت كافة استعداداتها، الجامعات مستعدة لاستقبال الطلاب، الطالب يقدر يخلص المسألة كلها وقاعد في بيته من خلال انترنت وجهاز حسب الشخص الخاص به. المسألة لم تصبح كما كان في سنوات سابقة، كانت معقدة والطالب ينتقل من مكان لمكان في إطار توجه الدولة للرحمنة في كافة مؤسساتها. عظيم. بنطبق ذلك في التنسيق الإلكتروني إن شاء الله. طب دكتور عادل، أنا دايما بيجي على بالي سؤال ملح كده، يعني أنا عارف طبعا أن في حاجة اسمها امتحان قدرات وما إلى ذلك، ولكن امتحانات القدرات مقصورة على بعض التخصصات في الكليات ليس إلا. حضرتك أدرى مني وسيد العارفين أنه بره علشان ألتحق بجامعة غير درجاتي لازم كمان بأكتب زي جواب كده طويل عريض بشرح أنا ليه عاوز ألتحق بالجامعة دي، وبشرح فيه أنا ليه مهتم بالتخصص العلاني والفلاني، وده بيساعدهم في الجامعة برة على المزيد والمزيد من الفلترة والتنقية والتنقيح. هل ده في وقت من الأوقات هيحصل عندنا في مصر؟ في أكد لحضرتك أن احنا موجود عندنا في مصر نظم متعددة للقبول، يعني على سبيل المثال أنا حضرتك أربع جامعات أهلية بمستوى دولي زي الجلالة وسلمان والمنصورة الجديدة والعلمين، بتاخد بنظام بتجعل مجموع الطالب في الثانوية العامة بينسب بنسبة 70% و 30% بتخصص لاختبار معرفي ومهاري بالنسبة للطالب. حلو. استطاع الدراسة اللي يحب يلتحق به، ودي تجربة مطبقة منذ 3 سنوات في هذه الجامعات. جميل. عندنا حضرتك أفرع الجامعات الأجنبية بتتبنى نفس نظام القبول المتبع في الجامعة الأم. عندنا الجامعات التكنولوجية على سبيل المثال، وده مسار مستحدث في منظومة التعليم العالي في مصر، 10 جامعات تكنولوجية بنعمل لها اختبارات قدرات للمعلومات التخصصية اللي هي تؤهل الطالب للالتحاق بهذه الجامعات. كويس. عندنا حضرتك أيضا بعض البرامج الدراسية في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة عقب دخول الطالب. هذا الطالب إذا هناك احتياج لكورسات معينة يدرسها لتنمية مهاراته تجري له مثل هذه الاختبارات. ربما الحجم الأكبر اللي احنا بنعتمده في مكتب التخصيص للجامعات الحكومية هو النظام اللي بيعتمد على الدرجات، ولكن هذه التجارب المتعددة في منظومة التعليم في مصر بتقول ان احنا عندنا أنظمة متعددة في القبول، حتى وإن كان حجمها متفاوت من نظام إلى نظام، ولكن التجربة موجودة. التجربة موجودة بس التعميم لسه مش موجودة على كله يعني. وهنا عشان كده أنا بخص بالذكر الجامعات الحكومية بتاعتنا اللي في وقت من الأوقات كانت تملأ العالم الحقيقة بالوهج العلمي وببحثها العلمي، ويتفاخر الناس بأنهم أنا متخرج من جامعة القاهرة. خليني أؤكد لحضرتك أنه مع اتجاه الدولة لتنمية خدماتها الرقمية في كافة مؤسساتها بينمي الثقة لدى المجتمع في الأداء، بمعنى إن احنا لما عملنا تجربة الاختبارات الإلكترونية في الجامعات الأهلية وأيضا الاختبارات الإلكترونية في الجامعات التكنولوجية، والطالب بيدفع على جهاز الحاسب الخاص به، والجامعات الأهلية عاملة مراقبة للطالب أثناء مثل هذه الاختبارات، معنى ذلك إن أنت بتراق من الاختبارات. ده بتنمي ثقة المجتمع حينما يطمئن
الإنكار اختبار نزيه. أذكر حضرتك بنقطة مهمة. اتفضل. لأول مرة في مصر اختبارات القطاع الطبي بتتم في الجامعات الحكومية، وعدد كبير من الجامعات الخاصة وأيضا الأهلية اختبارات إلكترونية مميكنة بشكل كامل. حلو. وده كان توجيه للقيادة السياسية، احنا محتاجين نقلل تدخل الأيدي البشرية ونزود من قيمة الموضوعية في تصحيح وتقييم الطالب، وبالتالي كانت هذه التجربة. لكن كنا قبل ما نطبقها كان لازم الدولة بتضخ استثمارات ضخمة في البنية التكنولوجية في الجامعات. جميل. الدولة خصصت مشروع ضخم بقيمة 11 مليار جنيه لرقمنة الجامعات وتحويلها إلى جامعات ذكية. ده فقط ميزانية للجامعات الحكومية فقط. ما كناش نقدر نبدأ هذه الخطوة إلا ما كنا نعمل بنية تكنولوجية قادرة على إجراء اختبار لعدد هذا العدد الضخم من الطلاب في نفس التوقيت لتكافؤ الفرص وما كان كامل الامتحانات. بدأنا بالقطاع الصحي، وخلال الفترة القادمة تباعا سيزيد هذا الاتجاه ليضم القطاع الهندسي، ثم تباعا كليات القطاع الإنساني. رائع رائع. إذن لما حضرتك بتطبق هذه التجربة الإلكترونية بتدي ثقة للمجتمع وثقة للرأي العام في تطوير الأساليب الخاصة بتقييم الطالب حتى يلتحق بالقطاع الذي يتماشى مع موهبة الطالب وخبراته. كويس جدا جدا جدا، تهانينا على ذلك يا دكتور، والف شكر على المداخله وعلى الشرح الوافي. كل الشكر للدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي. لسه عندنا حاجات كتير عاوزين نقعد نتكلم فيها، استنونا بعد الفاصل بعد اذنكم. ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ طيب مش احنا كنا بنتكلم على المساله بتاعه المظله الحمائيه اللي بتقدمها الدوله طول الوقت لمصلحة المواطن. أنا هسألك سؤال بكلمك بجد والله، هو أنت تتوقع إيه العائد اللي بيجي للدولة من وراء أنها تقدم لك مظلة حماية؟ إيه العائد اللي هيجي لأي مؤسسة، وزارة، جهاز، هيئة من أنها توفر لك سلع بأقل سعر ممكن، يعني يكاد يكون تكلفته من حيث الإنتاج والإيد العاملة والتكلفة المتغيرة بتاعته بس؟ قولي. مفيش غير انه بمنتهى البساطه هي دي الدوله. الدوله شغلتها ايه غير المواطن؟ هنا لازم تشوف ازاي فخامه رئيس الجمهوريه طول الوقت يشجع على مثل هذه المبادرات. واحده من ابرز هذه المبادرات واللي بتقوم ايضا تحت رعايه فخامه رئيس الجمهوريه كلنا واحد، واحده من اشهر ان لم تكن الاشهر حقيقي، يعني مبادرة كلنا واحد بتاعت وزارة الداخلية. هنا بقى بص على المبادرة بتتحرك ازاي، ولو صح التعبير برضو بتتطور ازاي. فتيجي مبادرة كلنا واحد تستضيف شباب وبراعم حي الأسمرات. ليه؟ علشان يقضوا معاهم يوم رياضي وترفيهي داخل اتحاد الشرطة الرياضي. المبادرة اسمها ايه؟ كلنا واحد، أي المواطن المصري واحد، لا فرق بين مواطن وآخر بالفلوس ولا بالحي السكني ولا بأي حاجة غير أخلاقه ومبادئه ووطنيته إنتاجيته جوه المجتمع بقدر ما يستطيع أن يقدم. أنا متذكر لما مرة صورنا في الأسمرات وشفت ولد أظنه كان المركز التاني أو التالت على العالم كيك بوكسنج، وقعدت أنا أفكر قلت هذا الشاب الرائع لو ما كانش نقل للأسمرات وكان فضل في نفس الوضع بتاع زمان إياه، كان هيبقى التالت على العالم أو التاني على العالم كيك بوكسنج، ولا كان هيبقى مصير وحش بعد الشر عن الجميع. هرجعك تاني على كلنا واحد، واليوم اللي اتعمل في اتحاد الشرطة لولادنا وشبابنا من حي الأسمرات، خلونا نشوف بعنينا ونقول إحنا بلد تهتم بكل مواطن. احنا عايزين اهلنا لما يجوا في الاماكن ديت نساعدهم اكتر، مش بالفرش عايزين نبقى معاهم، عايزين نبقى معاهم، عايزين نساعدهم اكتر، نعلمهم افضل.
نجحت الدولة في إنشاء مجتمعات حضارية جديدة كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها. حي الأسمرات واحد من تلك البدائل التي احتضنت أعداداً كبيرة منهم وغيرت مجرى حياتهم إلى الأفضل في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير حياة كريمة لهم. دعوة جديدة قدمتها وزارة الداخلية لبراعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي، حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيتي بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. مليون تحية للي قال حق الحياة، دنيا جديدة للي عاوزته نجاة. يا مصري وفيتي بوعدك بالإنسانية، فتحت باب علمني معنى الحياة. النهاردة ما كناش نتخيل ان احنا ممكن نيجي هنا نادي الشرطة، جميل جدا وفي حاجات حلوه جدا. بشكر سياده الرئيس على الدعوه ديت اللي جمعنا كلنا مع بعضينا وخلانا اجي اشوف الناس بتاع اتحاد الشرطه، واتحاد الشرطه كرمنا وشرفنا تشريف حلو، وكان يوم النهارده كان جميل. حياتنا بقت جميله جدا لما رحنا الاسمرات، مكان جميل جدا وتطور جدا، وبقيت متصوره جدا في دراستي، وبقيت بروح اماكن جديده. الحياه بتاعتي اتغيرت 100%. انا كنت في الاول عادي، ما فيش اي حاجه اصلا كانت في بالي. اول ما رحت الاسمرات قدمت ساعتها في النادي، كل افكاري اللي كانت في دماغي اتغيرت اصلا. ربما لم يكن يتخيل هؤلاء البراعم والشباب ان يتم دعوتهم لقضاء يوم كهذا، ولكنه الحرص من وزارة الداخلية على التواصل الاجتماعي معهم والتقارب مع كافة الفئات بخاصة قاطنو بدائل العشوائيات، فكانت فرحتهم كبيرة بالتغيير الذي حدث في حياتهم إلى الأفضل. أول مرة في حياتي أجي نادي الشرطة هنا، وفرحان بصراحة أن أنا موجود. لو نادي الشرطة والمدينة الأسمرات عامة يعني ادتني حاجة أنا ما كنتش في المدينة الأولانية في المنشأة، أنا ما كنتش ليها هناك. ما كانش في نوادي، ما كانش في قصور ثقافة. هنا في الأسمرات في قصور ثقافة بنطلع فيها مواهبنا. في النادي بنمارس الرياضة اللي احنا بنحبها. شكر لينا دا ودا فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حقق وبنى، ورى العالم كله بجد حقيقي. مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون معايا. شكر لينا دا ودا فرصة للحياة، حق الإنسانية حلم حقق وبنى، ورى العالم كله بجد حقيقي. مصر تقدر تبني إنسان من جديد وتكون بحبكم قوي قوي. وشكرا جدا لليوم الجميل اللي قضيته في اتحاد الشرطه. هنعرف الكون يعني ايه انسان جديد، وبلدنا تعالى وبالاراده الخير يزيد. عرفتنا ازاي هنبني مصر الجديده، الله معاك كمل ويلا احنا. مش متخيلة ان اليوم هيبقى جميل كده، وبجد بشكركم وبشكر الرئيس وبشكر وزارة الداخلية، وبحبك يا رئيس. فرحانة جدا انا نجيت قضيت اليوم ده وموجودة وسط الضابطات والضباط، وفرحانة جدا وبشكر الرئيس لاهتمامه بينا وغير لنا حياتنا لحياة اجمل، وبشكره جدا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مبادرة هي الاولى من نوعها تؤكد الدور الاجتماعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب اهمية يوما بعد يوم، ويوضح حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية بخاصة قاطنو المجتمعات الحضارية الجديدة
التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية لتوفير حياة كريمة لقاطني هذه المناطق. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على حياتنا الجديدة، مبسوطة جدا ان انا جيت نادي الشرطة، وبشكر سيادة الرئيس جدا ان هو على الدعوة الجميلة دي. شكرا يا رئيس على كل حاجة انت عملتها لنا. في الهندسة كده مصطلح اسمه بروتوتايب، أي نموذج يصبح بعد ذلك في حال نجاحه قيد التعميم، أو النموذج الأولي يعني، أو الأسمرات دي هي النموذج الأولي بتاعنا، وجاري التعميم مش جاري لسه، هاء هو احنا بدأنا. دي البنات اللي حسن البنا ما بيحبهمش ومش عاوز يشوفهم، ودول الولاد الصغيرين اللي حسن البنا ما بيحبهمش ومش عاوز يشوفهم. الولاد دول بتوع الأسمرات دول كانوا المستهدف الرئيسي بتاع حسن البنا وفرقته غير الناجية، مش عاوزين يشوفوا المنظر ده. عارف يعني ايه ان ولادنا يكبروا بصرف النظر عن الوضع المالي، مش حاجة اسمها وضع اجتماعي بالمناسبة، ده في منظوري يعني، عن الوضع المالي، يكبروا هم عايشين في عمارة حلوة وشقة حلوة وحواليك جناين والملاعب وقصور الثقافة، زي ما البنوتة اللي كانت راكبة الحصان بتتكلم وتقول بنروح قصور الثقافة ومش عارف ايه وكلام من ده. عارف يعني ايه الولاد ياخدوا بعضهم ويروحوا يقضوا يوم طويل جميل رياضي وترفيهي وضحك وهزار ولعب وجدو كل ده جوه اتحاد الشرطة؟ انت عايز تقولي الولاد دول هيكبروا وينشأوا على ايه غير كل ما هو ايجابي، غير ما كل ما هو وطني؟ دي عيالها تكبر فهمة قيمة البلد وفهمة قيمة اجهزتها ووزارتها وفهمة قيمة الجهد اللي بيبذل علشانهم وفهمة قيمة يعني ايه دولة بتقرب من وطنيها عشان يبقى الكل واحد، زي اسم المبادرة كده كلنا واحد. كلنا واحد ده هو الاسم الدال. خدت بالك من كلمة الرئيس في أول التقرير خالص؟ المسألة مش متعلقة بس بإن احنا بنبني بيوت ايه، احنا عاوزين نقرب طول الوقت مع بعض عشان نبقى واحد. هي دي المسألة، الوطن بشرايحه المختلفة يلتحم مع بعضه فيبقى واحد. لما يبقى المجتمع كله واحد استحالة هتشوف منظر هزلي زي اللي بتشوفه في الساحل الشمالي لطبقات بتكره طبقات تانية وتقلل من قيمتها وأهميتها وتقلل من وضعها وتقلل من كفائتها وتقلل طول الوقت حتى من منظومتها الأخلاقية، باعتبار إنه هم أصحاب الفلوس هم اللي بيفهموا وهم الشياكة، مع إنه مش بالضرورة يكون ده صح تحت أي ظرف من الظروف خالص يعني خالص. هو بالمناسبة الطبقة الوسطى هي دائما الطبقة الأكثر حفاظا على العادات والتقاليد الطبيعية داخل المجتمع بالمناسبة، يعني مش الأغنياء خالص. أنا ما عنديش أي كراهية ناحية الأغنياء خالص، لكن عندي احتقار حقيقي للمظاهر البرجوازية، احتقار عميق يعني بالمعنى الحرفي، عميق للمظاهر البرجوازية، لأنه عمر ما كانت الفلوس اللي جايبة العربية أو الفلوس اللي جايبة الشاليه أو الفلوس اللي جايبة الفستان ولا البدلة ولا الفلوس اللي جايبة هي القيمة خالص. هرجع عيد وزيد، القيمة الحقيقية لأي بني آدم هي أخلاقه معاييره ومبادئه الأخلاقية والوطنية فقط لا غير، وده اللي بيتم ترسيخه في هذا النشأ من مبادرة زي كلنا واحد ومبادرات تانية لسه هتكبر وهتتطور أكتر فيصبح المجتمع واحدا. معانا على التليفون أستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي والباحث السياسي الكبير، أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف، وبسعد دايما مع حضرتك يا فندم. انا اللي بسعد وببقى مبسوط. قول لي ايه اللي شفته في المبادره بتاعه كلنا واحد وهم بيستضيفوا ولادنا من الاسمرات في هذا اليوم الرائع في اتحاد الشرطه الرياضي؟
يمكن بدايه بس احب اكد على حضرتك قلت، لان حضرتك اشرت الى نقطه مهمه جدا، بالفعل الدوله المصريه بعد عام 2014 قضت على حاضنات الارهاب التي اسست لها جماعه الاخوان الارهابيه. لم يعد في مصر الان حاضنات لتفريغ اجيال جديده تقتنع بهذا الفكر المتطرف، لان بالفعل الدوله المصريه الان جمهوريه جديده تقوم على اساس قيمي جديد، على اساس عقد اجتماعي جديد، على اساس ترسيخ لمنظومه قيم واخلاقيات جديده، وبالتالي لا مكان للتطرف والارهاب. اما عن مبادره كلنا واحد ففي الحقيقه اضافه جديده لهذه المبادره التي ابتدت ان تهتم بالشق الاجتماعي للمواطن المصري، وفي الحقيقه لفته اكثر من رائعه من وزاره الداخليه المصريه يعني اظهار مدى الان استيعاب المنظومه الامنيه لدورها فيما يتعلق بهذه المنظومه القيميه اللي احنا نتحدث عنها. نعم، وزاره الداخليه والقوات المسلحه، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الثقافه، وزاره الشباب، الجميع يعمل من اجل بناء اجيال جديده لديها مفاهيم جديده كما حضرتك اوضحت وذكرت. نعم، تطوير العشوائيات في مصر او المناطق الغير امنه، وايضا التخطيط العمراني الجديد الذي تشهده ربوع الدوله المصريه ليؤكد الان نحن امام بناء انسان مصري جديد. الامر لا يتعلق فقط بالحجر، الامر يتعلق بالبشر. يعني انا عاوز اقول لحضرتك على نقطه في غايه الاهميه واستكمالا ايضا لما كنت حضرتك تتحدث عنه من طبقات المجتمع المصري. لما نتكلم نقول ان هذه المشروعات الخاصه بالمناطق الخطره زي الاسمرات وبشائر الخير والمحروسه واهالينا، والمشروعات ايضا الخاصه بالمناطق الغير مخططه بتستهدف 22 مليون مواطن مصري. لما نضيف هذا الرقم ل 60 مليون مواطن مصري بتستهدفهم ايضا مبادرات حياه كريمه، اذا نحن نتحدث عن اكثر من 80 مليون مواطن مصري بتستهدفهم الدوله المصريه لاحداث نقله حقيقيه في حياتهم. اذا هذه الجمهوريه الجديده هي جمهوريه من اجل هؤلاء، عشان يعني الطرف الاخر او من على الشاطئ الاخر يقول لك الجمهوريه الجديده للاغنياء، الجمهوريه الجديده لنقل حياه اكثر من 80 مليون مواطن، نقله نوعيه، نقله من الظلام الى النور، نقله من الجهل الى التعليم، نقله من عدم وجود رعايه صحيه الى وجود رعايه صحيه، زي ما بتشوف حياه كريمه، زي ما بتشوف هذه المجتمعات العمرانيه. نحن ندفع يعني ثمن سنوات اهملنا فيها قطاعات وهذه المناطق، عشان كده بندفع الان مبالغ كبيره جدا. ما يحدث الان تكلف الدوله في الحقيقه مبالغ كبيره، ولكن كل هذه المبالغ تهون امام هذه اللحظات، لحظات السعاده التي يصدها هذا التقرير، التي نجد الان ثمار هذا المجهود يعني بيتم حصاده من على السنه البنات والاطفال اللي بيقولوا كلام في الحقيقه كلام يعني بيظهر مدى تاثير ما صنعته الدوله في بناء الانسان المصري. ومن ثم نحن نتحدث هنا عن تكامل مؤسسات الدوله المصريه لاستكمال ما بداته الدوله بعد عام 2014 والمضي نحو جمهوريه جديده بترعى هذا المواطن الذي اهملت حياته واهملت مقدراته على مدار عقود ماضيه. طيب خليني هكمل معاك السؤال. انت بقى هنا استاذ جمال مش بس ككاتب ولكن كباحث سياسي، اللي بتشوفه ده بالطريقه دي وفي حال الاستمرارية عليه وتطويره أكتر وأكتر واكتمال الصورة بشكل يعني إيه لا شية ولا نقص فيه، مش ده من شأنه أنه يخلق سلم اجتماعي؟ بالضبط، ده يعني الهدف الأسمى، فكرة أن يكون هناك نوع من أنواع الرضا المجتمعي. والرضا المجتمعي والسلم الاجتماعي دي أهداف سامية وتحققها المجتمعات التي بالفعل تريد أن تتقدم، والمجتمعات التي تريد أن تنشئ جمهوريات مبنية على العدالة والتكافؤ. هذه العدالة الاجتماعية الحق، وبالتالي بالتأكيد يعني هذا يخلق سلم اجتماعي، هذا يخلق مناخ حتى جاذب للعمل وللبناء وللتطوير. عشان كده هنجد جوه مثلا الأثمارات الدولة مش بس بنت مساكن ويعني جاءت ببعض الأساس وأسكنت الأسر، ولكن هتلاقي حضرتك إن هذه المجتمعات بها المسجد، بها الكنيسة، بها المشاغل الخاصة ببعض الحرف اليدوية، بها مراكز الشباب، بها الملاعب،
فيها الأنشطة الترفيهية، وبنشوف إن حتى في بعض المسارح وبعض الأنشطة الثقافية فعلا بيتم يعني وجودها في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة. وبالتالي بالفعل هو مشروع كما حضرتك ذكرت هو لبناء السلم الاجتماعي. نحن نتحدث عن زي ما كنا بنقول 22 مليون مواطن مستفيد من هذه المشروعات التي سوف تقضي على العشوائيات وأيضا المناطق الخطرة، بالإضافة إلى 60 مليون مواطن أيضا سوف يستفيد من مبادرات حياة كريمة. نحن إذن نتحدث عن عقول كريمة، أيضا نتحدث عن مواطن مصري بينتقل نقلة نوعية وبيؤسس لدولة مصرية حديثة يستطيع أن يكون فيها هو القيمة المضافة الحقيقية. وهنا بقى بيتم نسف كل الشائعات وكل الأكاذيب اللي كانت بتقول الأول الدولة المصرية بتعمل طرق، الدولة المصرية بتعمل الكباري، الدولة المصرية بتعمل بنية تحتية بس. كل ده الآن أثبت أنه بيتعمل في الآخر عشان بناء إنسان مصري يستطيع أن يقف على أرض صلبة، يستطيع أن يرتكز على مقاومات ثابتة. لولا ما تم في الدولة من بنية تحتية خلال الثمان سنوات الماضية ما كنا نستطيع الآن نتحدث عن الأثمارات أو حياة كريمة أو بشائر الخير أو غيرها من المشروعات التي أحيت أمال الملايين والملايين من الأسرة المصرية. مظبوط 100%. أنا عايز أشكرك جدا 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 كاتبنا الصحفي وباحثنا السياسي البارز أستاذ جمال رائف. أنا يمكن الكلام ده بيخليني بقعد أفكر معاكم مرة تانية، أنا آسف بصوت عالي حبتين، المسألة بتاعت الساحل دي مش عايزها تبقى هي الترند بتاع الصيف أو ما هو رائج ومتنامي في الصيف فتبقى دي موضة الحديث في الصيف وتندر مواقع التواصل الاجتماعي. لا بجد خدوها جد، ده بكلمك حقيقي، خدوها جد. اللي بيحصل ده هو انعكاس لإحلال قيمي، الفلوس أهم من أي شيء وبالتالي تبقى المنظرة أهم من أي شيء. عشان ما أقولكش كلام معقد لأن يعني البرجوازية وبتاع، بص من الآخر كده اللي أنا بقولك عليه المظاهر البرجوازية اللي هي المنظرة الخايبة اللي ملهاش أي معنى خالص. هيجي يقولك الواد ده شوي شكر، آه والله العظيم، بس بالمناسبة يعني هو تاني اوعى تفتكر ان كلمه يساري ولا ماركسي ولا اشتراكي ولا شيوعي ولا 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 دي كلمات عيبه، هي كلمات لطيفه وحلوه، نتفق ولا نختلف وملهاش علاقة بإنه دول بقى عادة بيكرهوا الطبقات إطلاق إطلاق. الراجل عايش كويس جدا الحمد لله والشكر لله، حلو. المسألة مش كده وتربيت على كده يعني، بس مش دي المسألة. هي المسألة إنه هو من إمتى المظاهر الكذابة كانت قيمة. أنا معرفش يعني، أنا يمكن أطلب وأطالب وأناشد بإنه حقيقي لازم نشوف هو احنا فعلا محتاجين ندي تراخيص كومباوندز وقرى تاني ولا كده كفاية. انا بفكر بصوت عالي والله بجد مع يمكن مع الحكومة، هل احنا محتاجين نعمل المجتمعات المغلقة دي؟ الجتوهات، الجتوهات دي لما ظهرت ظهرت في الثمانينات عندنا اواخر الثمانينات اول التسعينات، ظهر الجتو يهدى ان نعمل كومباوند في مصر بتاع الناس اللي عاوزة تنفصل عن المجتمع عن طبقاته الوسطى وطبقاته الأقل حظا، فيبقوا شايفين ان هم فوق المجتمع، ان هم حالة أرقى وأسمى وأعظم من شوية الناس دول، وبيقولوا كانوا كده أيام عهد بائد بائس، دول شوية واغش كانوا بيقولوا كده. فلو انت مش ساكن في الكومباوند خلاص أيها ايه ده؟ ايه ده؟ الناس لازم تعيش مع بعض وتتعايش مع بعض، ده اسمه السلم الاجتماعي، لازم. عشان كده انا بقول لك انا بفكر يا ترى هل ترى هل الحكومه لسه محتاجه تدي تراخيص للكومباوند؟ انا نفسي افتح عين واغمض العين الثانيه كده وما الاقيش فيه تراخيص كومباوند ثانيه، كفايه هذه المجتمعات والجتوهات. ما نبني مدن، ما انا شايف قدامي العالمين اهي زي الفل فل، وعمارات لكل حاجه، عمارات بتاعه اهالينا اللي على قد الحال، وعمارات عشان الطبقات المتوسطه اللي زي حالتنا، وعمارات عشان الناس الاغنياء قوي جدا خالص. مدينه بكورنيش بشوارعها بخدماتها احلى من اي قريه موجوده في الساحل، اجمل اروع أبهى، طبيعية، مكان، مدينة.
نفسي نفسي أمل حياتي ومنى عيني نتوقف عن بنى الكومباوندز، حتى ولو كان الأمر بأنه خلاص كده شكرا يا جماعة بالقانون ما فيش حاجة اسمها كومباوند خلاص وقرى سياحية والكلام ده خلاص كده شكرا. احنا بنعمل إما أنه يبقى فيه أوتيل أهلا وسهلا أو أن احنا بنبني مدن، وده بالمناسبة هيشجع أكتر على تلاحم وتضافر المطورين العقاريين. مش عارف هم اسمهم مطورين ليه يعني، مش عارف ليه التسمية دي برضه، دي مش بتاعتنا يعني. المقاولين والشركات المقاولات الكبرى انها تتحد مع بعض في اتحادات ضخمه فتبني بقى المدينه من بابها من اولها. يلا بينا نبني المدينه ونتفق على شكل الطرز المعماريه. امال اتعملت العالمين ازاي؟ انا عندي تجربه اهي ناجحه. المنصوره الجديده اتعملت ازاي؟ تجربه اهي ناجحه قدام عينيا شايف. اتمنى اتمنى حقيقي انه ده يتكرر، وكفايه بقى كومباوند وقرى سياحيه. ليه؟ لانه دي حاجه بتخلي المجتمع ينفصل عن بعضه البعض، وبتخلي ناس تنظر الى ناس، وبتخلي ناس تبص على انه هو ده الحلم وده المبتغى، ان انا ابقى جزء من هذا المجتمع، مع انه مجتمع زائف زائف بكل صور واشكاله، زائف وفي عمقه زائف. ده بيخلي الناس تجري على الفلوس مش تجري على النجاح، مش على تحقيق الذات. بيخلي الناس تظن انه تحقيق الذات هو في كم الفلوس اللي في الحساب، وفي سعر البيت اللي هو شاريه، وفي سعر العربية اللي هو بيسوقها، وفي سعر البدلة اللي هو لابس. ايه رايكم في البدلة الجديدة بتاعتي بالمناسبة؟ حلوة قوي، عجباني يا سامح والله كويس. الله، مع انه النجاح وتحقيق الذات مش كده. النجاح وتحقيق الذات انك تبقى ناجح بالفعل في شغلك وانك ليك قيمة واضافة. انا اتذكر مقولة مهمة جدا للدكتور طه حسين وهو بيتكلم كان في كتابه على مستقبل الثقافة عندنا في مصر، كان بيتكلم على الجامعة فبيقول هو مش مهمة الجامعة انها تخرج لنا المثقفين، لكن مهمة الجامعة انها تخرج لنا مثقف يضيف للثقافة. شوف بقى فضل يعني الدكتور طه حسين وصل لفين، اشتخر لنا مثقف يضيف للثقافة. تحقيق الذات والنجاح الحقيقي انك تكون انسان متحقق، انك تضيف للمجتمع بعملك وبانتاجك الفكري. هذا ينتج فكريا وهذا ينتج بيده، انت بتضيف. طيب رح تعب قوي مع الناس. طيب تعالوا نروح ليه برضو مبادرة أخرى، واحدة من المبادرات الرئاسية شديدة الأهمية بالمناسبة، وخصوصا كمان إن إحنا يمكن بدأناها من قبل ما نبقى إحنا اللي بدأناه من زمان كدولة، يعني قبل ما نبقى إحنا اللي هنستضيف كوب 27 في شرم الشيخ جمهورية مصر العربية. كوب 27 في شهر نوفمبر. المبادرة بتاعتنا هي مبادرة إحلال السيارات المتقدمة، واللي مر على تاريخ انتاجها اكتر من 20 سنة. حصل ايه بقى في المبادرة؟ اتسلمت اكتر من 21480 عربية جديدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي او وقود مزدوج. ده من وقت اطلاق المبادرة في يناير 2021، احنا اهو في اغسطس 22، يبقى احنا بقالنا سنة وسبعة اشهر. شوف ازاي يعني لحد نهاية شهر يوليو هذا هو الرقم. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا استاذ يوسف، بسيادتك وبالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور طارق، يمكن الاول هسال، هل دي الاعداد اللي احنا بنطمح ليها في الاحلال، ولا لازم نشجع المواطنين اكتر لانه ده في مصلحتهم بشكل مباشر؟ يعني منذ بداية المبادرة في يناير 2021 زي ما سعادتك ذكرت، كان مستهدف لهذه المبادرة أن يتم إحلال حوالي 250 ألف سيارة عبر 3 سنوات، ويعني بمعدل 80 ألف سيارة سنويا. والحكومة بالفعل يعني وضعت خطتها لهذا الأمر، سواء من تمويل مادي أو حوافز أو ائتمان مصرفي وغيره لهذا الغرض.
ولكن بعض العواقب اللي يمكن نسردها بعد ذلك يعني أدت إلى تقليص الأعداد على مستوى العالم نتيجة قلة أعداد السيارات، ولكن نحن ما زلنا نضع في خطتنا في المبادرة أن يتم إحلال السيارات القديمة المتواجدة في الشارع المصري ومن خلال التيسيرات والتسهيلات اللي المبادرة بتتيحها للمواطن المصري. إيه الناس مش متشجعة قوي ليه؟ يعني 21 ألف عربية مع أنه بحسب الأرقام اللي حضرتك ذكرتها المفروض نكون عملنا إحلال ل 120 ألف عربية. يعني هنقول ان العدد اللي حضرتك ذكرناه 21 ألف عربية، احنا ربما حتى اليوم تمينا تقريبا حوالي 21500 سيارة جديدة تم تخصيصها وتسليمها للمواطنين. ونقول يعني قياس هذا الرقم نقيسه الأول على معدل الطلبات الموجودة على الموقع. نحن نتعامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة مع حوالي 40 ألف طلب على الموقع، يعني احنا سلمنا حوالي دلوقتي معدل 50% من هذه الطلبات، ولكن بنقول ان الاعداد الراغبه في المشاركه في المبادره اكثر بكثير من هذا، ولكن اليات المبادره وشروطها احيانا بتحول دون المشاركه، خاصه في المحافظات الراغبه في المشاركه، لان احنا بنتعامل مع حوالي 9 محافظات حاليا وباقي المحافظات جاري تجهيزها، واعتقد عند مشاركه باقي المحافظات سوف تتضاعف الاعداد نتيجه الراغبين بالفعل في الاحلال داخل المبادره. باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور، ونتمنى ان كل الناس تشارك في هذه العمليه. كل الشكر للدكتور طارق عوض المتحدث باسم المبادره الرئاسيه لاحلال السيارات. خليني هقول لك انه هي في مصلحتك، انت هتوفر فلوس قد كده من مساله الغاز بس، ده غير انك هتاخد عربية جديدة مريحة اريح كتير من اللي انت سايقها، مش كده ولا ايه؟ عربية اللي انت سايقها تعبت بقى، يعني بالتعبير المصري بتاعنا يقولك العربية فتحت بقها خلاص، هنجيب واحدة زيرو واللي فاضل في السعر هيتقصد تاتا تاتا. ممكن بعد اذنك تعمل كده؟ والله لازم مصلحتك، احنا مش كسبانين حاجة. فاصل ونكمل الكلام. وحوش المانش كما جارت العادة، المصريين جبابرة والله ما شاء الله، حاجة تفرح. عندنا تاريخ طويل جدا في عبور بحر المانش والقناة الإنجليزي كده زي ما الإنجليزي يحبوا يسموه يعني. أخيرا وليس أخيرا هتلاقي بعثتنا المصرية واللي متواجدة في مدينة فولكستون. فولكستون دي جوه مقاطعة كنت بالمناسبة. شايفين هم 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 تمسيح النيل هم حاجة تفرح. اللي أنا شايفه ده محمد الحسيني صح ولا إيه؟ لأن أنا الحقيقة قابلت محمد مرتين هنا هو، وكان جاي الكريم رمزي، وكان اكتشاف رائع بالنسبة لي. طيب بص بقى البعثة المصرية عملت إيه؟ البعثة المصرية تحقق رقم جديد في عبور بحر المانش لولادنا أصحاب الهمم، وفي زمن قدره 12 ساعة ودقيقتين. اللاعبين أعضاء البعثة استطاعوا عبور المانش، والتحقيق هذا الإنجاز الجديد اللي بيضاف لسجل حافل من الإنجازات المصرية وسجل حافل حقيقي في مسألة عبور المانش ده، بمشاركة كل من سبحنا البطل محمد الحسيني من أصحاب الهمم متلازمة داون، سبحنا البطل أحمد أسامة، سبحتنا البطلة شيرويت حافظ، وفي كمان اتنين سباحات ألمانيات، ولكن بقيادة كابتن خالد شلبي السباح العالمي. وأنا لو أنا متذكر مظبوط فبرضو كابتن خالد شلبي كان أحد هؤلاء الأبطال الذين عبروا المانش في مرحلة سابقة. معانا على التليفون الأستاذ الحسيني الكارم والد سباحنا البطل محمد الحسيني بعد إنجاز البعثة المصرية. أهلا 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 بك يا أستاذ يوسف. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب. محمد أخباره إيه؟ طمنا عليه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. لا هو انا عايز اقول لك بس الكابتن خالد شلبي قاهر المانش سنه 83 بذراع واحده حبيبي، يعني بطل واحدة. بطل يعني برضه زي انت قلت المصريين دول جبابره. لا المصريين دول جبابره، اوه ولا اي يعني جبابره. يعني احنا كمان بس احنا جبابره في الخير. طبعا. أيوة. لا وفي الابداع عشان طبعا عارف. يعني طبعا انت يعني الكابتن خالد شلبي والمعالي الوزير اشرف صبحي من 2019 الفكره بتاعت فريق تتابع
مصري ألماني، دي من 2019 وليدة الفكرة، دمج فكرة الدكتور الكابتن خالد شلبي ومعالي وزير الشباب والرياضة. حلو قوي. وجيه وجوم الألمان هنا في مصر 2019، وتقريبا محمد كان قبلك لما قابلك وقال لك. ايوه لما اتقابلنا عندنا هنا هو في الكوريدور قدام قدام الاستوديو بتاعنا. بالظبط. وكان في فريق دمج، وكان جه وكان الدكتور اشرف صبحي متابع، ومع كابتن خالد كان استضافهم في الغردقه، وحصلوا ورسيوا على الاثنين الاحتياجات الخاصه، اثنين احتياجات خاصه المان، واحده حركي وواحده ذهني. واخد بالك؟ فدي الحدث ده نفسه اقصد ده، يعني لو خدت بالك ده سياسي رياضي، يعني انت عملت خريط دولي وخريط دمج اسوياء مع احتياجات خاصه. يعني كابتن شروت بطله اولمبياد سنه 84 سويه، احمد اسامه خمسه كليه هندسه بطل بورسعيدي. واخد بالك؟ كابتن خالد شلبي طبعا ده البوس بتاعهم كلهم، وكابتن عالمي بدراع واحده برضه، وبطل منش هو محمد، وكابتن خالد اهو. ومحمد الحسيني ده ابن وتلميذ مع خالد شلبي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فتركيبه يعني تركيبه، عملت دمج دولي ودمج دمج بين الاحتياجات الخاصه والاسوياء، ودمج كمان بين الجيل الاجيال، الرواد بيسلموا الاجيال الصغيرين. صح. خالد شلبي صح ابنه ومدربه. وبعدين في مفاجاه كمان كابتن خالد شلبي مجهزها كذا حاجه جاهزه تاني لمصر ده. وبعدين عايز اقول لك حاجه يا استاذ يوسف، خالد شلبي ومحمد كانوا حاولوا المحاوله دي في 2017 وعلى اساسها ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كرم محمد في منتدى شباب العالم. كان محمد عمل 17 كيلو في 6 ساعات في بحر المنش، كان محاوله فرديه. بس انا هقول لك بقى الفرق بين 2017 والفرق بين 2022. انت هنا معاك بعثه، معاك وزير شباب والرياضه كان بيتابع كل يوم، حتى هنا التمرينات عامله ايه؟ بقول لك من 2019 بيجهزوا للفريق دوت وكده، فبيتابع كل يوم ضرب محمد ازاي؟ الكابتن خالد عمل ايه؟ البعثه اللي سافرت معاك احمد عبد الخالق بتاع السياحه الرياضيه، حسام هندي المركز الاعلامي بتاع وزاره الشباب والرياضه. لا بص، انت رايح معاك وزاره، وده دايما بقولها، انت عشان تطلع حاجه قويه لبلدك محتاج ثلاث حاجات. مثلث انتاج. المثلث الانتاج ده عباره عن ايه؟ اسره بتشجع وبتربي طبعا، دوله اللي هي متمثله في وزاره الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ساعدنا وقاعد متابع وبيشجع الولاد، الكابتن يعني الكابتن الفاهم المتخصص، الفاهم المتخصص المثل القادر على الاحتواء، قدوه طبعا، قدوه. خلي بالك طبعا خالد شلبي ده قدوه طبعا طبعا. هي التركيبه كده زي ما شرحتها بالظبط، بتطلع حاجه، تطلع حاجه طبعا. واخد بالك؟ فما في يعني ما تنفعش تقول الدوله لوحديها، وما تنفعش تقول الاسره لوحديها، ولا تنفع تقول المدرب لوحديه، عشان ما نظلمش حد. صحيح. على كل انا ببارك لك وبهنيك، وربنا يا رب يخليه لك ويفرحك بيه دايما، ويفرحنا كلنا الحقيقه بانجازاته. حاجات كتيره، في حاجات جديده قريبه هتسمعها من كابتن خالد شلبي قريب. لا لو كده بقى كابتن خالد شلبي هو كمان معانا على التليفون، هنكلمه دلوقتي ونقول له انه الاستاذ الحسيني الكارم قال لنا ان في حاجات جديده. عايز اشكرك مره تانية، وربنا يا رب يخلي لك محمد ويطرح فيه البركه ويديله الصحه دايما. معانا كمان على التليفون، وده لاجل حظنا الحلو، كابتن خالد شلبي السباح العالمي قاهر المنش، واللي عرف يكون هذا الفريق ويعدي بيه مش بس المنش، لا يجيب لنا بيه هذه الانجازات. كابتن خالد منورنا. يا اهلا بيك يا استاذ يوسف. ازاي حضرتك يا كابتن؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. عارف يا كابتن، كان من ضمن احلامي وانا طفل صغير اول رياضه لعبتها السباحه، فكنت اشوف بقى يعني واقرا عن السباحين بتوعنا اللي بيعدوا المنش، اقول انا في يوم من الايام بقيت 47 سنه ومش عارف اعدي ترعه في بلدنا. والله بقيت بنها. لا ان شاء الله ان شاء الله، لو عايز يلا بينا هتمرني؟ يلا بينا. طبعا انا بعوم زي الجن، انا كنت بلعب ووتر بولو، بس بنهج بقى وحالتي بقت صعبه قوي. انت كنت اعتقد يعني انا كنت زمالك. زمالك نادي بس زمالك. اول ما هقول زمالك هقول يوسف ما تقولش ان انت زملكاوي، بس سيبنا من الموضوع ده، خلينا في انجازاتكم الرائعه.
اولا الف 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 مبروك. متشكر جدا جدا على كل تهنئه وعلى الكلام اللي قاله الاستاذ الحسيني والد محمد، وبشكرك جدا لاهتمامك بالموضوع ده، ان الموضوع ده ليه اهداف كتير قوي قوي قوي، واحنا تعودنا ان احنا نحلم الحلم فعلا ونحاول نجري نحققه. فالحمد لله الحلم بتاعي اتحقق بفضل القياده اللي موجوده دلوقتي، القياده السياسيه اللي موجوده متمثله في الدكتور اشرف صبحي. الراجل ده عنده افكار كتير ومثمره، وفي زخم رياضي بيحصل في مصر النهارده ما حصلش من 50 سنه. النهارده بلاقي بطولات عالم بتتعمل في مصر. مجموعه من الشباب ابتدت تتحرك في كل اتجاه. مشروع كايرو بايك اللي طلع دلوقتي. دراستك هي دخلك. كل الحاجات دي حراك بيحصل في الشارع المصري. برنامج بيعمله الدكتور اشرف صبحي مع المجموعه المساعده اللي موجوده معاه، عمرو حداد واحمد جمعه، صدقني فعلا في حاجه جميله بتحصل في مصر. اعاده بناء للشاب المصري، واعاده بناء ان انت بيراعوا اولادنا من الناحيه الصحيه والناحيه الاجتماعيه. فانا شفت الحقيقه حاجه بتحصل، وانا كنت عايش في انجلترا فتره طويله، ولما جيت مصر عملنا علم مصر 5000 متر 5 كيلو عشان نفرضه على سطح البحر، وكان معايا فيه اللي هو احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر في الوقت ده. وكان اللي بيساعدني الدكتور اشرف صبحي لما كان لسه مساعد وزير الشباب. ايوه. وحضر معايا فرد علم مصر في قناه السويس الجديده قبل افتتاحها سياده الرئيس لما افتتاحها بيومين. وفردنا علم مصر مع 12 ولد من ذوي الهمم. وكان الدكتور اشرف جاي بصفه شخصيه عشان يقف معايا ويساعدنا ويدينا سبورت عشان نعمل هذا الموضوع مع الفريق مهاب نميش. الحمد لله كلنا بنشتغل لصالح بلدنا عشان نطلع صوره مصر بره بصوره مشرفه. وكبرت معايا الفكره بتاعه دمج الاصحاء مع ذوي الاحتياجات الخاصه. بمعنى ان احنا بنفرج وبنحتوي ولادنا من ذوي الهمم مع الاصحاء عشان نقول كيفيه التعامل مع ذوي الهمم، فبالتالي لازم نخلط ما بينهم ويعيشوا حياه سليمه متكامله دمج، ويشتركوا في نفس المسابقات ونرفع مستواهم الفني، عشان نعرف الناس كلنا ونعرف المجتمع في كيفيه التعامل مع ذوي الهمم اذا كانوا احتياجات خاصه ذهنيه او اذا كانت احتياجات خاصه حركيه. كابتن خالد، على ما ترجع لنا بالسلامه باذن الله من فولكستون، عايز يعني اسال بس يمكن سؤالي الاخير، لانه الاستاذ الحسيني قال لي كابتن خالد بيحضر مفاجآت، فهو غالبا فتش سر. احنا انا طبعا ما اقدرش اخر حاجه زي كده حضرتك، بس فعلا محمد الحسيني ان شاء الله هيبقى مساعد مدرب معتمد دوليا من الاتحاد الانجليزي لعبور المنش، تخصص في المياه المفتوحه ومحاولات عبور المنش. انا علمت محمد ابني من سنه 2013 لغايه النهارده، علمته كل حاجه اعرفها، ووقفته جنبي وكان بيقعد معايا في الغردقه بالشهور. والحمد لله بمساعده الكابتن شرف حافظ السباحه الجنوبيه استطعنا ان احنا نغير من جينات محمد، انه يستحمل المياه الساعه، وان يفهم احنا بنعمل كده ليه. انا دوري ان انا اعلمه وافهمه وافطر محمد ازاي تقف وايه المطلوب يتعمل. فالحمد لله الحمد لله. ان شاء الله بكره انا رايح الصبحيه باذن الله على مقر الاتحاد الانجليزي لعبور المنش عشان نجيب نعمل الاختبارات لمحمد علشان ناكد وجوده معانا كاول مدرب سباحه مساعد مدرب سباحه في العالم من فئه الداون سندروم الذهنيه يكون المصري محمد الحسين. هايل 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 بدعم من القياده السياسيه المتمثله في الدكتور اشرف صبحي اللي فعلا ما بيتاخرش على اولاده سواء كانوا من ذوي الهمم او الاصحاء في اي حاجه تزود لبلدنا وتزيد من سمعه مصر في الخارج ان شاء الله باذن الله. وانا معلش الحته الصغيره، ويردوا عليكم امتى بانه ان شاء الله محمد معتمد؟ باذن الرحمن ان شاء الله قبل ما ننزل مصر يوم 9 ان شاء الله باذن الله هيكون محمد ان شاء الله معتمد
كمساعد مدرب للمياه المفتوحة ومحاولات عبور المنصب. إن شاء الله أول من يذيع الخبر بعد تأكيد اعتماده. ربنا يا رب يوفقك دكتور خالد دايما، كابتن خالد دايما، يوفق محمد وكل ولادنا الحقيقة اللي بيعملوا مثل هذه الإنجازات. كل الشكر ليك كابتن خالد شلبي السباح العالمي قاهر المنش، واللي قاله لنا ده اللي هو فقط وحصريا بكرة يتم النظر في اعتماد محمد الحسيني كأول مدرب مساعد من أصحاب الاحتياجات الخاصة أو متلازمة داون على مستوى العالم، وبإذن الله ياخد الاعتماد بتاعه ونبقى احنا برضو بإذن الله أول من يذيع خبر تأكيد هذا الاعتماد. اهلا 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 بيكم يا اخي. انا برضو كل ما ابقى حاسس ان انا بعمل حاجه حلوه الاقي الوقت قليل كده ومش مكفين، وما ينفعش ازود الوقت شويه طبعا، لان انا اخاطب القائمين على البرنامج. لو زودت لنا الوقت 10 دقائق اكون شاكر جدا، انا عارف انه الحد الاقصى 10، ادولنا الحد الاقصى وماله. قادرون باختلاف خدمات جديده لاصحاب الهمم وتعديل بعض احكام القانون بتاع انشاء صندوق ذوي الاعاقه، ده هنا بالتسميه القانونيه. تذكروا ان احنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم في التليفون او على التليفون مع دكتور ايمان كريم رئيس المجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقه، فقلت لها احب واتمنى واتشرف يا فندم تكوني موجوده معانا قريب جدا، فقالت لي ايوه طبعا. فطبعا احنا غلسين جدا بقى يعني كمذيع وفريق اعداد، فكلمنا دكتور ايمان فنورتنا ولبت دعوتنا المتواضعة. ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام، كله تمام. برحب بيك وبرحب بكل المشاهدين. منورنا ومشرفنا. يمكن احنا اتكلمنا في التليفون بسرعة وما استوفيناش كل اللي كنا عاوزين نتكلم فيه على مسألة تعديلات القانون والخدمات الجديدة، ويمكن انا متذكر كويس جدا ان انا كنت بقول انا يهمني ان احنا نشوف ازاي هنقدر نوفر نصيب عادل من الوظائف وفرص العمل بعيدا عن الشعار. يعني دايما كده ايه، اصل انا عشت فتره طويله من عمري شعارات بقعد اقراها في الجرايد ومفيش حاجه بتحصل. الوضع اختلف دلوقتي ازاي؟ هو فيما يخص العمل تحديدا يعني طبعا انا عايزه اقول ان هو كان الاول فيه 5% ولكن لم تكن مفعله. ايوه يعني ال 5% كانت في اماكن العمل سواء الحكوميه او الخاصه. يعني دلوقتي في قرار يعني من الحكومه بضرورة تفعيل ده في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وبالتالي بنلاقي ان في يعني اتجاه وتوجه قوي جدا من الدولة لتفعيل ده وعمل عقوبات على الأماكن أو جهات العمل اللي لم تستوفي 5%. حلو. الأهم من كده بقى إن احنا مش بس نستوفي 5% ولكن إن الأشخاص اللي عندهم إعاقات يروحوا الشغل ويشتغلوا. وعلشان يحصل ده لازم يبقى فيه نوع من الإتاحة، والأكسسبيليتي هنا مش إتاحة مكانية بس، يعني ما يكون في كود هندسي للكرسي المتحرك، يبقى طبعا رامب ودخول الأماكن دي والمداخل والمخارج، الأسانسورات، كمان الإتاحة التكنولوجية علشان في إعاقات بصرية وإعاقات سمعية. صح. فدلوقتي إحنا في عصر التكنولوجيا، فليه ما نستفدش بهذا العصر والأدوات والإتاحة تكون موجودة في أماكن العمل. على فكرة الإعاقة هي مش جوه الشخص ولكن في البيئة المحيطة. عشان كده أنا مش بكسف قوي من كلمة إعاقة لأنها لا تكمن داخل الشخص. هو لو لقى إتاحة وتيسيرات خارجية في البيئة المحيطة هو هيقدر يعمل الشغل بتاعه على أكمل وجه. كمان أنا بقول إن ما ينفعش إن هو نطلب منه يشتغل من غير ما يتعلم، ولا ننفع إن احنا نطلب منه يشتغل من غير ما يتدرب. صح. وعشان كده بنقول إن الصندوق، وانا دلوقتي يعني تحديدا اسعد واحده في الدنيا ان في صندوق، لان هو ليه اختصاصات مهمه جدا جدا وهي التدريب والتاهيل واتاحه فرص عمل، ولكن ايضا صحه جيده. هو بيسر للاشخاص ذوي الاعاقه ان هم يحصلوا على صحه جيده من خلال الخدمات الصحيه واقامه المستشفيات. الانسان عشان نبني انسان
وده طبعا اكيد حضرتك شايف المبادرات بتاعت الرئيس. ايوه طبعا. وبيهتم جدا بمبادرات الصحه. 100 مليون صحة. مئة مليون صحة هي مش 100 مليون صحة من غير الأشخاص ذوي الإعاقة، هي داخل فيها الصحة بتاعت الأشخاص ذوي الإعاقة. مواطن. بالظبط، أنا ببني إنسان، فعشان الإنسان ده يكون مفعل ويكون شريك في الوطن لازم يكون من الأول بيتعلم كويس، وده موجود في اختصاصات الصندوق، كمان بيتدرب كويس على مهنة أو على حرفة. أنا مش مهم أبدا أبقى مهندس ولا دكتور، ولكن مهم جدا ان انا يكون عندي حرفه، يكون عندي عمل. صح. عشان اكون مستقل، محدش يتحكم فيا، واكون انا كمان مش مجرد في حمايه اجتماعيه باكل وبشرب، لا كمان عشان اكون ليا دور في هذا الاقتصاد. انا بني ادم فاعل ومنتج في هذا المجتمع. بالظبط كده، بالظبط كده. فانا فخوره جدا جدا ان يبقى في هذا الزخم بالاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقه. وانا بشكر الاعلام، بشكر حضرتك جدا ان انت ما اكتفيتش بمكالمه تليفون، ولكن كمان حضرتك كنت عايز تفرد مساحه من الوقت والاهتمام ان احنا نتكلم على الاهتمام الدوله وكمان دور الاشخاص ذوي الاعاقه في اقتصاد هذا البلد. لا انا اللي بشكرك ان حضرتك لقيت لنا وقت. لا هو وكمان متاخر. هو أنا صحيح بنام بدري، بس أنا بيجي عند دوري. يعني الحقيقة هذا الدور مهم جدا، إذا كان القيادة السياسية تهتم بهذا الملف يبقى أكيد كل من هو مواطن في هذه الدولة لازم يهتم بهذا الملف. كمان إحنا هنا عندنا تحدي كبير جدا، وهو لو قدمت خدمات الدنيا كلها ومفيش وعي في المجتمع فأنا الخدمات دي مش هتبقى ليها تفعيل. الوعي المجتمعي هو أكبر تحدي أنا بشوفه. يعني أنا ممكن يكون معي الفلوس، ممكن يكون عندي المشاريع، ولكن عندي مثلا رامب في الشارع ولكن عربية واقفة قدامه. بالظبط. طب وهو يعني أنا عملت الرامب ده ودفعت فيه فلوس، بس المجتمع ما عندوش الوعي إن هو فين هنا القانون وفين احترامه، فين هنا ان لما يكون في تيسيرات ويكون مجهودات من الدوله للاشخاص ذوي الاعاقه انا احترم هذه التيسيرات، وكمان يعني اكون انا اول واحد لا انتهكها. فالقانون ليس كافي، ولكن وعي المجتمع انه يقدر اولا يحس بقيمه الشخص او الاشخاص او المواطن سواء عنده اعاقه او لا، كمان يكون القيمة دي فيها عدالة. حضرتك أكيد تقدر تعدي الشارع وتدخل وتطلع السلم، بس في غيرك محتاج الرامب ده. فأرجو احترام ومكان ركن السيارة ومكان الدراسة بتاعي أكيد. في المحاضرة أو في الفصل بتاع المدرسة، المكان زي ما حضرتك ذكرتي بتاع الشغل، إلخ إلخ إلخ. بالظبط. كمان عايزة أقول إن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة هو موجود هنا علشان يراقب ويشرف على كل القرارات اللي صادرة من الوزارات، علشان إذا في قرارات حصلت ولم تفعل نقول يا جماعة والله القرارات دي قرارات جميلة جدا ونشكر كل الوزراء، ولكن لا يتم تفعيلها بالشكل الكافي. كمان هو موجود علشان يدي خبرة فنية ومشهورة فنية، لأن احنا عندنا إعاقات مختلفة، والإعاقات دي كل إعاقة ليها احتياجات ومتطلبات. فما ينفعش إن أنا أدي خدمة مش في مكانها، لازم أكون في يعني تواصل وتنسيق بين الجهات عشان الخدمة ما تصدرش في كذا مكان فبنهدر كده الأموال. احنا لازم الخدمات تكون في تنسيق بين الوزارات، يعني النقل مع وزارة التضامن، مع وزارة القوى العاملة، مع التنمية المحلية، مع الصحة، يعني كل الوزارات دي لازم يكونوا كلهم موجودين ويمثلوا، يعني يكون في ممثل عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل كل وزارة. وفي حاجة اسمها لجنة لتفعيل قانون 10/2018
واللجنة دي هي موجودة دلوقتي في وزارة التضامن وبيشارك فيها وزارة الصحة واحنا طرف فيها، فاحنا بنبقى موجودين. عايزة اقول لحضرتك احنا موجودين في كل حتة، احنا موجودين في الحوار الوطني، موجودين في مؤتمر المناخ، لان مؤتمر المناخ بيتكلم على الاضرار وكل الانتهاكات اللي ممكن تصيب الانسان من اثر المناخ، وهو طبعا الاشخاص ذوي الاعاقه احد هذه الاطراف بطبيعه الحال، هو شريك إنسان في الوطن، كائن بشري بالظبط، ويمكن هو بيتاثر اكتر. وانا كنت في مؤتمر نيويورك، مؤتمر الاطراف في يونيو، واحنا كنا بنتكلم في محور من المحاور على المناخ وتاثيره السلبي على الاشخاص ذوي الاعاقه اذا لم نحتاط واذا لم نضع الاحتياطات وال يعني التيسيرات علشان هو يكون يعني في هذا الملف عنده كل الامكانيات علشان يقدر اذا كان في مثلا يعني اي يعني اضرار على الاشخاص ذوي الاعاقه من ناحيه الصحه، فلازم نحط له كل التيسيرات علشان نعمل له وعي وتوعيه ازاي يحافظ على نفسه، ازاي ان هو يقاوم اي اوبئه. وده كان واضح جدا في الكوفيد 19. طيب انا هستاذن حضرتك ان انا هروح لفاصل، يمكن بعد الفاصل في دماغي فكرتين انا اعتقدهم محددتين بالنسبه لي شويه. واحده منهم هي مساله، هو انا عندي حصر بالاعداد وخريطه للتوزيع في عموم الجمهوريه، وبالتالي اقدر افعل الخدمات بتاعتي فابقى عارف انا رايح اعمل ايه لمين عشان تبقى الخدمه فاعله. ومن ناحيه تانية، هو احنا عاملين دورنا احنا بتوع الاعلام ولا احنا في لا ابتسامة ذات معنى ذات مغزى؟ على ما يبدو احنا في خليكم معنا لو سمحتوا بعد الفاصل، ودكتور إيمان كريم رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة انتظرونا. فاصل يثري المناقشة على الهواء. خلونا نجدد الترحيب مرة تانية بدكتور إيمان كريم رئيس المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة، أهلا بحضرتك مرة كمان. أنا في عندي إنفوجراف هعرضه وهنتكلم فيه وكل حاجة، بس أنا عايز الأول أستأذن في إن أنا هرجع، أنا عندي حصر بالأعداد وعندي خريطة توزيع؟ في إحصائية تمت، ولكن الإحصائية يعني أكيد حصل عليها تعديلات، لأنها الإحصائية كانت 2017. كان في يعني قاعدة بيانات قام بها المركز التعبئة والإحصاء، وكانت يعني بسبب إن إحنا كنا عايزين نعرف العدد الأشخاص ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقات علشان نعمل مصنع للأجهزة التعويضية. كويس أوي. وده طبعا سيادة الرئيس هو الأمر بيه. فالحقيقة الإحصائية دي أكيد حصل فيها جديد، عشان كده إحنا مهتمين جدا كمجلس إن إحنا نعمل قاعدة بيانات. وعشان نعمل قاعدة بيانات لازم يكون في تعاون مع الوزارات جميعا، لأن احنا الوزارات بتقدم خدمات معينة وعندها قاعدة بيانات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، زي وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، وزارة التضامن، وزارة الصحة، وكل دول. بس احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها ربط شبكي عشان الوزارات كلها تبقى عندها نفس البيانات والقاعدة، ونشوف ايه اللي ناقص ونقدر نعمل قاعدة على مستوى المحافظات كلها. كمان احنا محتاجين نعمل خريطة للخدمات، اللي هو فين الخدمات دي بتقدم، يعني مثلا في منطقة جغرافية معينة فيها اعاقات بصرية اكتر من اعاقات سمعية، فهنا المنطقة دي لازم نحط فيها خدمات للاعاقات البصرية تراعي هذه الاعداد الكبيرة وتراعي درجة الإعاقة. عندنا غير أنواع الإعاقات كمان درجات الإعاقة. وهنا بقى عايزة أقول إن إحنا عندنا عدد كبير جدا من الإعاقات لم تصدر له البطاقة اللي هي بطاقة الخدمات المتكاملة، لأن إحنا عندنا تقريبا من 12 وأنا أزعم إنها توصل 15 مليون أشخاص ذوي إعاقة. تم إصدار 900 ألف بطاقة فقط، فحضرتك طبعا عارف إن ده رقم مش مرضي. لازم إن احنا كنا نفعل
إصدار البطاقات. عندنا تحديات كتيرة جدا من ضمنها تسجيل على الموقع وزارة الصحة، في مشاكل عشان يسجلوا عشان يتعمل الكشف الطبي. فالحقيقة أنا ده كان همي الأكبر أول ما جيت في المجلس من 6 شهور بس. والحقيقة عملت تقرير بعد طبعا دراسة وافية للأسباب اللي ممكن تعوق إصدار البطاقات الخدمات المتكاملة، وتوجهت بيها في اجتماع مجلس الوزراء. والحقيقة أنا بشكر جدا رئيس الوزراء أنه استجاب سريعا بعدها بأسبوعين، كان قبل العيد وبعد العيد بأسبوع صدر لجنة ورحت مجلس الوزراء وكان معايا كل الوزارات، وقعدنا عملنا مناقشات في إزاي نزلل العقبات عشان تصدر بطاقة الخدمات المتكاملة بشكل مرضي للأعداد وقوائم الانتظار. والحمد لله تم إصدار يعني قرارات سريعة في الاجتماع ده بأن احنا نزود آليات التسجيل، ما تبقاش بس على وزارة الصحة ولكن تكون من خلال المكاتب التأهيل، من خلال الوحدات الصحية، ونزود كمان اللجان الطبية علشان نقدر نستوعب الأعداد في قائم الانتظار. أنا بتوجه لسيادة الرئيس إن هو يعني دعمنا جدا في القصة دي، لأن القانون موجود والخدمات ممكن تكون موجودة، ولكن هو الشخص اللي عنده إعاقة لو معهوش البطاقة مش هيوصل للخدمات دي. طيب هروح على الحتة بتاعت الإعلام، ومش عارف هاخد براءة ولا لأ، بس المشكلة مش فيه، أنا بتكلم هنا بقى على المشهد. هل إحنا بنقوم بالدور بتاعنا كما ينبغي في التوعية بالمسألة دي وبالمصطلحات؟ وده جزء من اللي كنا بنتكلم فيه في الفاصل. التوعية طبعا مقارنة بفترة سابقة طبعا أحسن، يبقى كنا كتير فين وبقينا أفضل فين. كتير طبعا. أفضل كتير، ودليل على كده أنا موجودة مع حضرتك النهاردة، بختين. ودليل على كده قبل ما أدخل قد إيه سعادتي أن أنتوا ألقيتوا الضوء على البطل محمد حسين وصديقي البطل خالد شلبي. هو الحقيقة كان في عصر في تحديات شديدة جدا، وكانش فيه هذا الزخم الإعلامي والتوعية الإعلامية بالأبطال بتوعنا. أنا بشكر الرئيس جدا رئيس عبد الفتاح السيسي عشان وجوده في مشهد الأشخاص ذوي الإعاقة خلاكوا تبقوا موجودين أكتر، خلى الإعلام يجري ورا هؤلاء الأشخاص ويسلط الضوء عليهم. على فكرة دول كانوا أبطال من زمان بس ما كانش حد بيروح لهم، صحيح، ما كانش حد بيسلط الضوء عليهم، وهم عندهم قدرات فائقة. أول ما بيلاقوا يعني المجتمع ده يعترف ويشجع وكمان يحترم، وبحط تحت يحترم كتير قوي خطوط كتيرة، لأن مش كفاية أن أنا أكون متعاطف ولكن لازم أحترم. فأكيد هيبقى عندهم طاقة أكبر، وأكيد هيبقى عندهم تحديات يتحدوا أكتر البيئة، زي ما اتفقنا أن الإعاقة بره مش جوه. فأكيد هم يتحدوا هذه البيئة. ولكن أنا بتوجه لحضرتك وبتوجه للمجلس الأعلى للإعلام أن احنا موجودين كمجلس قومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن احنا نعمل دورات تدريبية للإعلاميين بكيفية التعامل وسلوكيات الصحيحة للتعامل مع الإعاقات المختلفة. كمان تصحيح المصطلحات زي ما كنا بنقول، المصطلحات طبعا مصطلحات مهمة جدا، يمكن المجتمع ما عندوش الوعي ده. احنا عايزينكم تكونوا موجودين في قطاعات كتيرة جدا، وإعلانات فلوس بقى يعني الـ يعني رجال الأعمال يعني عايزين يساهموا في الدعاية والإعلان والتوعية. أعتقد أن يعني الفئة دي لو لقت توعية كافية هيكونوا أكثر إنتاجا، وهيكونوا
أكثر تفاعلا وهيكونوا أكثر يعني فعالية كشريك في هذا الوطن. كمية الفلوس اللي ممكن تدخل في المجال ده من صناديق، صندوق عطاء، صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، دعم الأشخاص ذوي الإعاقة اللي قدرهم، رجال الأعمال والمنح اللي بيقدموها، الحاجات دي كلها هتعمل يعني دعم للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات النائية. احنا بنتكلم على حياة كريمة، لازم يبقى المكون ده موجود في حياة كريمة بقوة، لازم يبقى موجود في كل الايفنتس الموجودة في البلد، لأنه هو بمنتهى البساطة هو مواطن، فالطبيعي ان هو ياخد حقه في كل المجالات، مش بس مجال الرياضة زي ما شفنا محمد الحسيني، ولكن المجالات كلها زي الحوار الوطني. احنا زي ما قلت لحضرتك متواجدين وقدمنا ورقة عمل ان احنا ايه، احنا جزء من الخارطة اللي هتظهر زي المشاركة السياسية مثلا، ده موجود دلوقتي موجود في مجلس الشعب ومجلس النواب، ازاي ان احنا نوسع قاعدة المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة. 15 مليون واللي مسجلين 900 ألف بس لما هم البطاقة. ما هو أنا قلت بقى أن أكيد القيادة السياسية لما تسمعني دلوقتي هتدعم الجزء ده، لأن هو ده شيء من التحديات الحقيقة يعني. ولكن إحنا يعني بنحاول مع بعض كل الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمجلس، وهو مثلث الحقيقة مهم جدا، علشان نفعل الإصدار البطاقات الخدمات المتكاملة. ده لازم وضروري، ده 900 ده ايه ده 7% باين حاجة كده، قليل جدا، نسبة قليلة جدا جدا جدا. طب احنا المفروض ان احنا معانا انفوجراف تحت عنوان 100 سؤال وجواب. بالظبط. وقلت لي انه في هيئة ألمانية ساعدتكم في ده، صح كده؟ مؤسسة ألمانية هي شريك لينا وعملت لنا مطبوعات توعية كلها بتحاول ان هي توصل بمنتهى البساطة للشعب بسؤال القانون ترجمناه لمية سؤال وإجابة. حلو قوي. طب هم 100 سؤال وجواب دول في ظل القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، 100 سؤال وجواب على حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة. قطعا مش هناخد ال 100 سؤال وال 100 جواب، نختار منهم أسئلة على إيه؟ هو طبعا يعني إيه هي يعني الإعاقة، ذوي الإعاقة معناها إن يبقى في إعاقة في البيئة حواليا، وأنا بحاول إن أنا أتخطى هذا العائق في البيئة. يعني ما تبقاش وأنواع الإعاقات المختلفة، يعني أنا لما أقول إن عندي كف بصر مثلا، ما ينفعش إن أنا أقول إن هو ضعف في البصر، يعني في أنواع وتدرجات من الإعاقات. كمان الإعاقة الذهنية هي مش بس ان يكون عندي صعوبة في التعلم، فانا بحط إجابة اسئلة ازاي ان انا اكون عندي اعاقة ذهنية، ممكن يكون ده صعوبة في التعلم، ممكن يكون عندي صعوبة في الكلام، ممكن يكون عندي صعوبة في ان انا يعني افهم حاجة معينة، ولكن ببعض الاتاحة اقدر ان انا اوصل للتعليم الدامج. مثلا يعني ايه مثلا تعليم دامج؟ التعليم الدامج هو مش ان انا احط الاشخاص اللي عندهم اعاقات في مدرسه لوحدهم، لا، ان انا احطهم في فصل واحد مدرسه. بالظبط، هو من حقه ان هو يتعلم ببعض التيسيرات. ان يعني ايه مثلا كود هندسي؟ الكود الهندسي هو ان انا بعمل اتاحة بدل درجات من السلم، ان انا بعمل زي يعني مزلق كده ان هو يقدر يطلع وينزل عليه بالكرسي مثلا.
في برضو القارئ الصوتي مثلا. ايه هو القارئ الصوتي؟ هو اللي بيساعد الشخص اللي عنده اعاقة بصرية ان هو يسمع اي كتاب مثلا. الكتاب ممكن يبقى في كتب صوتية بالظبط، يعني صحف صوتية. بالظبط، يعني اتاحة. يعني ايه اتاحة؟ اتاحة يعني تيسيرات علشان اوصل للخدمة بتاعتي. ممكن تكون زي يعني اتاحة مكانية او اتاحة تكنولوجية، او يعني في حاجات بسيطة جدا ممكن تكون يعني للشخص اللي ماشي في الشارع. يعني مثلا مكان الانتظار للاشخاص ذوي الاعاقة بالسيارة بتاعته في ليها مواصفات معينة. ما ينفعش ان انا مثلا احط العربية بتاعتي في الجزء بتاع المخصص في الفريمينج بتاع العربية، لان هو بينزل من العربية عايز شمال يلاقي مكان للكرسي بتاعه عشان يحطه. طبعا هو 3/4 الناس بتاخد المكان ده لانه بيلاقوه فاضي، فما بيصدق يروح جاي راكن فيه. بالزبط. ما بيفكرش ان في حد تاني بالتأكيد اكتر احتياجا لهذا المكان. ففي حاجات بسيطة انا يعني مثلا برايل، المترجم الإشارة. يعني انا بدعو الشباب والطلاب بتوعنا ان هم يتعلموا لغة الإشارة، لان هي عبارة عن لغة هو ممكن يساعد بيها او يساهم بيها بطريقة تطوعية. لو موجود شخص مثلا ما بيقدرش يتكلم، هو ممكن ان هو يساعده في اي مصلحة حكومية ان هو يساعد الموظف انه يفهمه مثلا. صح. فزي ما يتعلم انجلش او فرنش او كده يتعلم لغة الإشارة، دي حاجة برضو يعني مهارة من المهارات اللي هو ممكن يساهم بيها يعني. طب بما انكم مشاركين في الحوار الوطني، مشاركين في كاب 27 ورايحين ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا مشاركين في كل حاجة. مصر بتتغير بجد صح؟ طبعا مصر بتتغير. ولا ده في خيالي انا حالم مؤمن جدا بالجارة؟ يعني دايما كانوا يقول لك يا جماعة، انا اسمع الكلام ده من زمان حتى من قبل ما انا اتولد، انه يقول لك مثلا ايه المصريين دول اصلهم مؤمنين بالتجربه المصريه فحالمين طول الوقت بيها فبيتخيلوا ان الدنيا كانت حلوه. حلو. فببقى قاعد اقول ايه، يمكن انا مؤمن قوي باللي بيحصل، فانا عندي احساس حقيقي مكتمل وفياض بانه مصر اتغيرت. بس هنا هسال حضرتك يمكن ده سؤالي الاخير، مصر بجد اتغيرت ولا انا اللي عايش جوه الحاله دي؟ لا، مصر اتغيرت، لان يعني من تجربتي يعني انا حصل لي حادث وانا عندي 14 سنه. اقدر اقول ان انا عندي سنين طويله جدا عندي اعاقه. لا، في فرق كبير قوي بين اول ما حصل الحادث انا سافرت بره ما قعدتش في مصر، لكن انا دلوقتي فخوره ان انا قاعده في مصر، فخوره بالمكان اللي انا وصلت له، وده دليل على ان مصر بتتغير. اتغيرت صحيح ولسه بتتغير. انا عايز اشكرك جدا 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 على وقت حضرتك وعلى انه جايه لنا متاخر وهتروحي متاخر. حضرتك ساكنه بعيد؟ لا لا، مش بعيد. مش بعيد قوي يعني؟ لا، بس بنام بدري. مع قلوبتنا بدري. نورتينا وشرفتينا واتمنى انه التغيير يفضل طول الوقت مستمر. وعلى رأي أسامة أنور عكاشة الله يرحمه، ما زال النيل يجري، فتستمر التغييرات إيجابا فأكثر إيجابية وهكذا، وهيحصل إن شاء الله. وأوعدك إن إحنا مش هنبطل في مسألة الحديث والتوعية وما إلى ذلك على الأقل من جانبنا يعني. أشكرك جدا 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 يا دكتور إيمان، نورتينا وشرفتينا. أنا اللي بشكرك جدا، وبجد يعني فخورة جدا بوجود مذيعين عندهم وعي زي حضرتك. يا رب يخليك، العفو العفو خاص، أنا أقلهم يعني أقل حد في زمايلي. ألف ألف شكر لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم. وانتوا عارفين بقى انا مش عارف اذا كان في ابلكيشن يمكن اخواتنا غير المبصرين من القرايه بتاعت الجرايد والصحف. هو في كتب صوتيه كتير، انا بتكلم على انه انا عايز اقرا المجله وعايز اقرا الصحيفه، فكلنا بطبيعه الحال بنقرا عن طريق الويب سايتس يعني وحاجات زي كده. هل بقى في ابلكيشن يعمل ده؟ لانه انا مش عارف اذا كانت المواقع الصحفيه بتاعتنا فيها كده ولا لا. طب افرض مش موجود عندي بس مش موجود في نيويورك تايمز، عايز ابلكيشن يمكنهم من هم يسمعوا الحاجات اللي مكتوبه دي تبقى حلوه قوي. لو محدش هيعملها انا هكلم ايهاب المتولي صاحبي يعملها لي، بروجرامر هايل ما اقولكوش.
خلصت الحلقه لحد كده. لو كلنا العمر هنتقابل بكره في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعه. سلامات.